يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجب علي أن أغسل يدي بالتراب والماء إذا سلمت على شخص قد لمس كلبا؟ لا، لمس الكلب ما في محذور، إنما المحذور في بوله وفي لعابه إذا شرب من الإناء، أما هو إذا مر أو لمسته أو وطأ في شيء هذا ما ينجس المكان.